وزير كوزارة الدين تيا وقافت جمهورية سومالي لان شيخ علي عبد الله احمد يا اعلامي ان ما ننتا حد او تاريخ تو كوبيغن تاهي اف افر يتمنك بشا سجار كسمح نمر لغتو كان دونا صلاة الروب دونتا جودا هامبو غوالا دا يدق موين كدالكا يسجون بلشادة رير سومالي لان وكوب باقي ان لوصو وضا بحطو كشادة صلاة الروب دونتا وحانو بلشادة سومالي لان وكوب باقي ان الله دم بدافع ويديستانس نعفيان شيخ خليل عبد الله احمد وزير كوزاره الدين تيا وقافت سومااليلاند وارنتاسي كا هادليا ايا شيغاي غوبلاد بريغا سومااليلاند سيدو كلي غوبلاد دخه الى مروجيح يا قيبو بدن اي كاتahay بيلان الى سبحانه وتعالى مركاسو كلي وخي نفر النظام يو يعني مخو هاي الدعو يا صلاه اي نتوكنو او ربدون ليلاهو سي درتيد مخو قارك سومااليلاند مدن مصبحي عبدي وخو امر كو بخيي انو امركيس فلونيا in garsiino dhamaan goboladeena iyo degmooyinkeena dalka oo dhan in ay u diyaar garoobaan oo ay tukadaan salaada rabdoonta oo ku beegan maalinta axad hadii la yiraahdo oo bisha march ay tahay abril ay tahay 9 isla markaana ah xitaa 4 ay tahay bisha shacbaan ay tahay 9 oo ku beegan maalinta axad 9ka subaxnimo inaynu dhamaanteen isu taagno ilaahay subxaanahu ta'aala oo aanu bananaada iyo masajidada u soo baxno goobaha ciidaha lagu tukan jiray inaynu maadno isla markaana aanu tukano salaada rabdoonta وسأدي له حكم بحياة سبحانه وتعالى واجبنا وإنه قتاي ضد الإسلام النهاي إن أينو مرول بيلا حسوسنا إنه أودين إن أينو وحن سوق ما كنا سوق بنو جارهان ضد كمحسنين تا مال قبائن كا وحيسته وين ضد كود تشيل عسن الباديها أيو كالميان وأي ورابيان وأي داميان أي لوجة بهني سيدو كلام قالوا إن كده مساكين تجوكته إن مارت العاويه أو لقوديه أو حلا تروي وأي مركن ضعف ذي مساكين تونا حريصنو أي الله ينون حريصنا يا سبحانه وتعالى ربنا ينون شوية سادرت يد وحنكلون فر لها علماء يدك أردن إنسان كلا صامه استغفار البديو إلى سبحان الله توبت كمان تاسك هرسه وحلبا إلى السوديبه إلى سبحانه وتعالى أبوك عركو سب الدلي إن الله ينون شو نواس ورتقل وأنا كفي لنا سجى نحريص بدن سجى دوميس ونحريص تا دوميس مساكين تايون نهاي سادرت يد لما نحن سكوب بورين جارنس حافظ وحنكلون لها إن برنامج كافديان waa culimada ee garsiyan si loo tukado salaadaas roobdoonta ah oo ilaahayna loo toobad keeno subxaana salaada roobdoonta ee laga tukanayo Soomaaliland ayaa ku soo beegmaysa xilli roobkii dub uga dhacay xilligii la filayay oo ahayd dhamaadka bilaha March iyo sidoo kale bisha April oo ah xilliga caadiyan gugu ka bilaabmi jiray guud ahaan ba Soomaaliland taasoo sababtay in abaaro iyo biyo la'aan ay ka dhacaan qaybo kamid ah Soomaaliland